دخل السيده قول لي الاولى في الناس هما حتى من 40 واحد جالسه لنا كل السيده ما كيدويش خرج واحد من الاداره بغى يلفق لك قال لك قالوا لنا هاجلين ما انا خويا عندي واحد المعاناه ديال الزوجه ديالي باش تعرسها باش تولد في البشير قال لي ضروري شدي التلفازه عند في كلينيك كلينيك في الشيفا ديتها الكلينيك الشيفا شاف الطبيب قال لك اوبليجي خاصك تمشي اليوم تفتح قلت له الله يجازيك بخير كتب لي واقع ملي مشيت عاوتاني رجعت للسبيطار ديال البشير ديال الرازي قال لك اوبليجي خاصك تمشي تفتح ارجو تمشي ل 16 قلت له لك تمشي ل 16 ربما يكونوا ما كاينش الامكانيات عطيني نمشي للهاوشي ربما يكون الامكانيات كنت مثلا الناس نعرفهم تمايا نمشيو تما ملي جينا للهاوشي ما لقيناش اش نقول لك ما استقبلوناش شي استقبال شافوها خلاوها مليوحه تمايا كتبوا لنا ورقه قال لك لا ما توليش تولد عاديه وسيو ديوها وكتعملي شده الوجع سيو الاقرب مستشفى قريب لكم ديوها ليه ورغم ذلك خلصنا لي كيتونس خلصنا المسائل ديالنا ديناها بتنا عند الناس الله يجازيهم بخير من رجعنا مشينا للسبيطار ديال سيدي عثمان شده الوجع دينا لعندهم بلا ما بلاصه ديبلاصه حتى تما مشينا لسيدي عثمان شافوها الناس تمايا قلبوها قال لك هذه غتولد ايرجو خاصك ديوها للهاوشي تولد ايرجو قلت له عطينا شي واقع باش غتولد ايرجو كتبوا لنا واقع ايرجو جبتها لهم عاوتاني دخلوها قال لك اخويا تيكذبوا عليكم السيده غتولد ولاده عاديه وسيد ديوها عاوتاني انت لعندهم ولا سيد ديوها لشي اقرب مستشفى اللي غتولد فيه مني عاوتاني رجعتها تاني باتت الليل كامل يتوجع الغد لي عاوتاني مع الصباح ديتها تاني لعاود السبيطه تاني للباطيمات عاوتاني كتبوا لي قال لك هذه غتولد ايرجون قلت لهم الله يجزيكم بخير ما قداش تمشى صيفطوا معايا لومبيلونس جات لومبيلونس جاي معايا الفاميليه ملي عاوتاني دخلت عندهم ما بغاوش يستقبلوني قال لك السيده غتولد ولاده عاديه وما غاديش نستقبلوها سيرجعوا تاني للسبيطار ما عرفتش انا الحل اللي غادي ندير الله يجزيكم بخير بتعاوني شنو المشكل اللي غادي ندير اللي في مصحه الشيفا السبيطار ديال الرازي السبيطار ديال سيدي عثمان والسبيطار ديال الباطيمات اللي كان شايعني هادو كلهم تيشهدوا بلي خصها تولد ايرجون واليوم بالذات بغيت نعرف انا واش هادو اللي تيكذبوا ولا هادو تيكذبوا ما عرفتش انا في المشكل ومن هنايا الناس كلهم تيعانيو وكنا مولده وحده اللي كاينه بغينا نعرف واش كاين مشكل في وزاره الصحه ولا مشكل ما عرفتش انا المشكل فين كاين وما تتموت ليا بغيت نعرف انا واش ندافع على حقي ولا شنو غادي ندير بزاف بزاف وما عنديش امكانيات باش غادي ندافع باش غادي نخلص على كلينيك ولا شي حاجه وما تتموت ليا والنسيبه ديالي اللي مسكينه هي امها مقابله ليا بنتها هي دابا طايحه في السكر جالسه دابا في الدار طايحه عندي في السكر ما عرفتش شنو غادي بغيت نمشي نشوف نسيبتي اللي طايحه في سميتو ولا اختها اللي مسكينه ما دابا تجي من الرباط باش تشوف دير المستحيل بغات تبيع ذهبها باش تقول لي اعتق لي غير اختي والله قلنا شي تاويل ديال الخير ما تجيش لهنا كاع ما نوصلوهمش ما نوصلوهمش نهائيا نهائيا ولكن غالب الله ما خدامين ما غالب الله شي حاجه سيدنا كل واحد تيصيفطك يدخلوا المراه كتبقى تما حتى صوتهم على اساس ان جابوا جيت ايرجون من السبيطارات يعني جاي من برشيد لهنايا وما لقيتش شي حد حتى السيده قول لي الاولى في الناس هما حتى اكثر من 40 واحد جالسه لنا كل السيده ما دخلت ما دخلتش كيقولوا كبيره في علوي كبيره شباب